ومن باريس إلى واشنطن، حيث دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي جاي جونسون المستهلكين الأمريكيين إلى توخي الحذر بعد تهديد واجهه تنظيم الشباب بشن هجمات على مراكز تجارية غربية، وخصوصا في باريس ولندن وكندا والولايات المتحدة. منى الشقاقي معها التفاصيل. وصف وزير الأمن الوطني جاي جونسون تهديدات تنظيم الشباب ضد مركز التسوق مول أوف أمريكا في ولاية مينيسوتا بمرحلة جديدة في التهديد الإرهابي العالمي. هذه الجماعات تعتمد أكثر وأكثر على عاملين مستقلين تستوحيهم القضية ليقوموا بتنفيذ عمليات على مستوى صغير عن طريق استخدام الإنترنت. وكانت حركة الشباب الإسلامية التي تعتبر فرع تنظيم القاعدة في الصومال قد بثت شريطا تدعو فيه إلى شن هجمات شبيهة بالهجوم على مركز ويست جيت في نيروبي بكينيا، والذي أدى إلى مقتل 67 شخصا. لقد تم تقويض حركة الشباب مؤخرا كقوة عسكرية تقليدية تسيطر على مناطق جغرافية معينة، ولكن هذا لا يعني أن التنظيم هزم، بل بالعكس فقد تحول إلى حركة إرهابية أكثر فتكا. لكن مسؤولا في وزارة الأمن الوطني قال للعربية إن ليست هناك أي معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى خطة للهجوم على مراكز تجارية في الولايات المتحدة، بل هذا التهديد هو محاولة من قبل تنظيم الشباب كما قال المسؤول لاستقطاب المجندين هنا. فالتنظيم الذي نجح على مدى سنوات سابقة في استقطاب عشرات الصوماليين الأمريكيين للقتال معه في الصومال لم يعد قادرا على التجنيد، لكنه الآن يحاول تشجيع أتباعه في الغرب على ضرب أهداف في المناطق التي يقيمون فيها. بسبب جهود السلطات الأمريكية والجالية الصومالية في أمريكا فإن عدد المجندين هو أقل، لكن الجالية كبيرة ولا يمكن التيقن بشكل تام من عدم تعرضها لجهود كبيرة من قبل مجندي تنظيم الشباب. قرابة 40 مليونا يزورون مول أوف أمريكا سنويا، ويساهم المركز التجاري هذا بنحو ملياري دولار في الاقتصاد المحلي للولاية. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.